10 كوكب الشمس والقمر أريتهم لي ساجدين. تمام. قال له يا ولدي لا تقص رؤياك على أخوتك يكدن كيدا عظيم. أخوته سمعوا بكروا شو انه معاه شمال الدورة. قال له انا لا نكون على يوسفين. قال له يا باش ندي لك موثقا بالله. ندي له موثقا بالله شلو يوسف يلا على باب الله. عبرة ثلاثة حقهن مقاطب فوق البير. هم قصوا بأطراف وهو جلس بوسط. أشتلوا شقومه فلت البير. بعد تلقي له برد حر عين ندير له اعملي له دكة من الماء. اعملي له دكة من الماء وعملي له وندير له ختمة يقرأ ختمة. بعد هربوا لهم جزعوا قاولة بالبيت وهم جزعوا مسافرين تجار. فوق البير طريق المدن. قال لهم انه ذا بالبير يلي ضوك ضو القندير انت جني انت انسي ومن الجناتي. قال له انا يوسف موحد والله جلالتي لا اله الا الله. قال له تسمح لنا ندليك. قال له الى سمحكم دلوا كلي دلوا انه طلعوا انه عملوا انه ببساطة البضاعة وهو مثل القمر. قال له نحسن روحنا ندور يوسف. أولا يلا قد واصل يا وصلي. تلقيت العزلة المسكينة زوجة الملك. قلت لهم يا اخوتي يا تجار اشتبوا لنا هذا الولاد نعمله غلام. ما معناش غلام نشلو منه غلام زعم ابن شيء منه لا ابن. قال له قل لك هذا يوسف من اهل الله لا يبتع ولا يشترى. يوسف هذا من اهل الله ما يبتع ولا يشترى. قلت له هذه 400 دولار ذهب وقرش. ذهب وقرش 400 دولار. لأن بعد شليته ماهي دخلته على قزعته فوق اللي قطعين السلطة كلها قطعين داهر ما بوش واحدة اللي خرج سلام. قلت له اللي ما تعمل كلمة كتغلق. قلت له أنا منكر إن هذا من بشر. هذا إنه من نبي الله. أنا منكر إنه ذا من بشر. هذا نبي الله. من بحاشة لله إنه ذا من بشر. هذا نبي الله. هذا نبي. قطعنا يدنا كل إحنا. راح من بعد هيك قفل على سبع أبواب سمرتهم بالمسامير. لا زليخة المسكينة أنا جسمي معصوم من الذرات. أنا جسمي معصوم من إن أنا من أهل الله. جسمي معصوم من الذرات. أكدت بالقفا حتى ابتزع القميص مع شدة حقه وهو قد بأساس بالبير. هذا كان زنقه أشترط من الشريد الوريد. قش عندي طلعنا 4 مسموق قش اللي تقه بمكان وهو قلبي أبواب تق فتحهم جمع واحدة بنص ساعة وهي تتبعه تود تشتكي عند الملك تقول له هذا غلامك اللي اشتريكه مدري ما جاي اشتين هذا اللي اشتريكه غلام.
قال لهم انهوا نسهوا قدام من دبرهم. وكذب وكذب به من الصادقين، وإن كان قميصه من قدام من دبرين فكذب وهي من الصادقين. أقول تملو قميص من قفا صدق وهي من الكاذبين. لا من بعد وهي من ثلاث سنتين خاف بالقامش، لما ما رضيش من ثلاث سنتين خاف بالقامش، حبسته زليخة. ترى اي واحد على انه فوق طبق وطر تاكل منه. قال له ما تقول يا والد؟ قال له من شق صلنا الرؤيا هذا؟ انا قلبي هكا مالي، ما هو نجي الرؤيا هذا يقفص. قال له ما هو ترايك؟ قال له ترايكو على ان انا فوق طبق خبز وهذيك الطر تاكل منه. قال له يا ولدي باكر بعد باكر شو ضرب راسك؟ خرجوا انه بعد باكر ضربوا راسه. الملك اترائي على انه معه اربع بقر، اربع حلقات، اربع قفاع، واربع سمان، اربع سمان واربع ضعاف. قال له ما ينقص لنا ذا الرؤيا، ما قام كله وذا الرؤيا افتقعكم منه، قص لنا ذا الرؤيا. قال له ولم تدري يا مولاي ان معنا عندنا واحد محبوس يسكي يقص الرؤيا. قال له منو؟ قال له يوسفين. قال له ائتوا الي بغير ما تخبر ائتوا الي. أجمعه. قال له هي ما ترايك يا حبيبي؟ ما ترايك يا مولاي؟ قال له ترايك انه معي اربع سبع قفاء بقر، اربع قفاء وثلاث سمن ثلاث ضعاف. قال له هي شقين ثلاث سنين حلال وثلاث سنين قحط. قال له اكسب من السمن لا حلقات. قال له هي عندك، هذا حقي وهذا مالي وهذا الدباءات وهذا العليم وهذا الواطي وهذا الشرق وهذا الغرب وهذا. اعزم اللي بالشبكة جمعة واحدة واطرع، ويكون أنت وأمات محمد جمعة واحدة، اطرع وحق الملك جمعة واحدة، لو هون أبو ثلاثة أبو ثلاثة، وأسر ولا القفاء ولا البرامل مرة مدافن ولا حتى كوزما ملأوه، حتى جمعتش كل شيء ملأهن هذيك. لين بعد وهو زادو ثانية عمل له بالخارج والداخل والعالي والواطي كل يوسف. هذا ابني، قال له هذا ولدي، هذا ابني. قال له هي سألت بالله، وهذا العمل الثالث تطلع. هذا أكل أقول له خلوه، هذا أكل يوم. قال له يا يوسف، قال له لو أكل كربع أكلات للظهر. قال له هي اليوم هذا دخل من القفاع، من العقاف، من العقاف دخل اليوم هذه. قال له أسألك بالله وهذا زيد الشق، قال بلا خلي له حتك زليخة قايكة المسكينة. بعد قال له يلا يلا. قال له كيف خبر؟ اطلع عمل ثلاث ركعات إن الله يعقل. قال له ما هلعك معاك، ماشي كفيك مليونين سنة، سبع مليونين وسبعين سنة، الدهر كله شد فيك. ما مش تاسي شيء تاكل، لا تعمل شيء ولا تقرأ ولا شيء ولا ما شفناش أنا وهو هالبودة، بل ما شد فيك. قال له أبدا، يطلع يعمل له ثلاث ركعات إن الله يقبض روحه هذه الساعة. طلع يعمل ثلاث ركعات،
صراحة ما راح نقبض القدر وكفان والتهلال وقمل التهليلة. ما بعد ملك حقه أجا أخوته يسعروا حب منه عنده الجمال. أجاوه عرفون هون ما عرفونوش، قال لهم يا ابن صغير أخو آخر بعدهم بعد القافلة. بعد قال له تعرفوا يعقوب؟ تعرفوا يعقوب؟ قال له ما يعقوب مؤمن؟ قال له لا مؤمن. قال له أما على يوسف، يوسف أكلوا الذئب من بعدنا، أكلوا الذئب، يوسف أكلوا الذئب من بعدنا، أكلوا الذئب يوسف. قال له زاد فوق أمامنا لا من بعد وهو أجاؤه السعرون خليه الصعب الصعب مع ابن الصغير. قال له ذا سارق وش خليه شيء خلوه عنده. قال له ذا سارقون، ذا سارقون سرق الصاع، هذا الابن الصغير سارقون هو خلوه حتى قبل. بعد قال له تعرفوا يعقوب؟ قال له نعرفه لكن عمي على يوسف يا صاحب. قال له منين هو ذا يوسف؟ قال له دارين ابنه كنه. قال له ضحك عمي يشيل له ذا القميص وهو نوصل وادي السعر لفوق القافلة وهو السعر السعر منه وهو صلهم وندل له ذاك القميص رجع عيونه كما كانين وزياد قليل من هذا القميص حق يوسف. بعد قال له انا اقتلوا لعندي، اقتلوا لعندي. قال له انا اقول لك مثل يوسف، مثل يوسف لا شك انك انه شلو من لقفل، من لقفل هذا الذيب. لا من بعد هو شل ربح، ما هو ربح لبيت طرحه عند ما كان عمه، عند ما كان الملك طرحه وهي جالسة ليخا بالليل. قلت له أنا أسألكم بالله بحفظ أرواحكم قاي كاسس أكاسس لماذا خلينيش أدخل لعند يوسف؟ دخل على عند يوسف قلت له أسألك بالله بحق من ملكك الملك ملكك شرقا وغربا أنت طلعت تدعي بل 3 ركعات إن الله يردني بال7 سنوات. خلي مرحبتين ردي بال7 سنوات. ما بعد أتزوجه على الله دولار ودهر أتزوجه. قال كله قال الأولية قنقوش أقول له عمل له 5 خطة ما يعمل له؟ لا ما عملش، بس اللي أتزوجه على الله دولار أستعقد به. خلاص يا جدي انتهت القصة، بال7 سنوات انتهت القصة خلاص. ها خلاص كمل. ها كمله كمله قهي قهوة عنده اللي ولا شيء عشان يطلع.